من أصعب الزيارات زيارة دكتور الأسنان. فوبيا عندنا كلنا من ألم الأسنان، سواء كان حد كبير أو طفل صغير. فكرة بتسيطر علينا وبتخلينا نكسل نزور دكتور الأسنان، والمشكلة تكبر والدايرة تزيد، وفي النهاية رايحين مكان من الأول بقى. فما بالك بقى لو مركز الأسنان اسمه فايكنج؟ يا ترى إيه اللي هيجي في دماغك لما تسمع الاسم ده؟ هنا في مركز فايكنج لطب الأسنان الموضوع فعلا مختلف، تجربة جديدة وكأنك في فيلم سينما. تخيل بقى هيحصل ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم وحلقة جديدة وطبيب في بيتي. برنامجنا هدفه اننا نقرب اللغة اللي بيننا وبين الدكاترة. احنا بيبقى عندنا تفاصيل كتير قوي عايزين نحكيها للدكتور، والدكتور عنده تفاصيل تانية عايز يسمعها اهم عشان يشخص الحالة. هدفنا في برنامجنا ان احنا نحس ان الدكتور واحد مننا جوه البيت، اخوك وصاحبك وجارك، ياخد ويدي معاك ونبسط المعلومة الطبية ونوصل في النهاية للعلاج المناسب من غير ما نتعب نفسنا ولا نتعب الدكتور. والنهاردة في حلقتنا في مراكز فايكنج لطب الاسنان موضوع مختلف، تناول جديد لمجال طب الاسنان وتفاصيل كتير جدا هنعرفها النهاردة. يلا بينا. معانا دلوقتي دكتور محمد مسعود، استشاري تقويم الاسنان بمراكز فايكنج لطب الاسنان. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك معانا النهارده. اسم فايكنج اسم ملفت وغريب ومش متعودين عليه في عيادات الاسنان ومراكز طب الاسنان، فليه الفايكنج ده؟ اهلا وسهلا بحضرتك في مراكز فايكنج استاذ احمد. طبعا موضوع الاسم دوت كان شاغل او جزء كبير جدا من التفكير بتاعنا، ان احنا نختار اسم بطريقه احترافيه تناسب الشباب في المرحله العمريه اللي هي من 18 لحد 35 سنه، الناس اللي هي بتابع المسلسلات والافلام الاجنبي. كان في الوقت دوت المسلسل فايكنج بالاجزاء الخمسه بتاعته كان مسمع جدا. بدانا نقرا عن موضوع الفايكنج وازاي هم كانوا عايشين في شمال اوروبا، كانوا بيعملوا ايه، كانوا مجموعه من القراصنه عايشين في الجزء بتاع الدنمارك والسويد والدول الاسكندنافيه. الاسم والاسطوره بتاعت فايكنج فعلا عملت البوم في الاول، وفعلا خدت مننا وقت الناس تدخل تسالنا على الصفحه هو الجزء السادس من المسلسل هينزل امتى. لا بس كده، مين الفايكنج بقى دكتور؟ يعني الدكاتره هم الفايكنج ولا المريض هو الفايكنج؟ المعنى المطلوب ايه؟ هي الفايكنج هنا الاسطوره، المريض او العميل والدكتور هما الاثنين لازم يبقوا موجودين في بيئه ما فيهاش ستريس. لازم احنا يعني كل الديكورات اللي موجوده في المكان فيها صور للمقاتلين بتوع الفايكنج وصور للمراكب بتاعه الفايكنج وصور اللي هو احنا جامدين، صور تاريخيه احنا جامدين. انا شايف كل الديكورات هنا اهي يعني انا داخل فيلم سينما بالظبط كده. وهو فعلا كل حد عميل جديد بيخش عندنا بينسى خالص انه داخل عياده اسنان، بيقعد ما بين التابلوهات والصور يسأل نفسه ايه الفايكنج وليه الصور دي، طب مين ده، طب كان بيعمل ايه، طب ايه التاريخ. فهو اوتوماتيك دخل في حاجه اسمها ستريس ريليف، ما بقاش في الصوره التقليديه اللي كانت موجوده عن دكتور الاسنان اللي بنضاره كبيره ريحه العياده كلها بينج وخامات اسنان. لا، هنا الاتموسفير والجو مختلف جدا. العميل اللي بيخش ده بيخش يعني مكان كأنه داخل استوديو، كأنه داخل مكان تاريخي. انا بصراحة عايز امشي اتصور في كل ركن هنا، عايز اخد اعمل فوتو سيشن هنا في المكان من جمال الديكورات والالوان لا جو تاني خالص فعلا، مش الشكل التقليدي ابدا لعيادة اسنان ولا حتى اي عيادة تانية يعني. صحيح، وفعلا معظم العملاء عندنا خاصة البنات منهم هم اللي بييجوا بيتصوروا كتير مع التابلوهات ومع الصور دي ويحطوها
بقى ستوريز على الفيسبوك. احنا التيم كله هنا معانا النهارده ان شاء الله هيعمل فوتو سيشن جامد قبل ما يمشي النهارده. تنورونا وتشرفونا يا حبيبي. طيب ده الديكورات طبعا واضحه جدا والفكره جميله وجديده ويعني بره الصندوق خالص ويعني حاجه جديده فعلا. الاسعار بقى بره الصندوق ولا جوه الصندوق برضو؟ عشان الناس كتير بتخاف من موضوع الاسعار، بيفكر ألف مرة قبل ما يروح لعيادة الأسنان لأنه عارف أنه هيدفع كتير. فإحنا أوت أوف ذا بوكس برضو في الأسعار ولا إيه الأخبار؟ كان في لقطة في فيلم أجنبي لألبتشينو بيقول لصديقه في الفيلم أن بنته بتعمل تقويم عن دكتور الأسنان $9,000. فصاحبه رد عليه قال له وبيقولوا علينا إحنا حرامية and they call us thieves. قال له دكتور مش هنقول كده. الفكرة دي هي اللي متاخدة عن طب الأسنان، وهو طب الأسنان في العالم كله سلعة غالية، تجارة. لا هي مش تجارة، إنما هي فعلا الخامات بتاعة الأسنان نفسها عالية جدا في الأسعار. التجهيزات المكان كمان من معدات وأجهزة وأدوات بتساعدك في الشغل تكلفتها عالية جدا. الإيجارات والديكورات والمرتبات ده جزء كبير من التكلفة. فكان عندنا احنا عندنا اهتمام كبير بالقصة دي، ازاي نعمل البالانس ده، ازاي اقدم لك الخدمة الطبية الكويسة جدا، ازاي يبقى اللي واقف بيقدم لك الخدمة ده دكتور متخصص في مجاله، ازاي اجيب احدث الاجهزة اللي تساعده ان حضرتك تخش وتاخد الخدمة بتاعتك في اقل وقت وبدون ألم، وتخرج كمان المضاعفات فيما بعد الجلسة. ده مهم جدا، مش مهم بس انك تخرج بدون ألم في الجلسة لانك هتاخد بنج، لا انت كمان المضاعفات اللي بتحصل بعد جلسات حشو العصب وجلسات الخلع والتركيبات احيانا، انك ازاي اللي بيقدم لك الخدمة دي عنده احدث الاجهزة، وصل له احدث التقنيات، هو نفسه متدرب ومتعلم بشكل كويس جدا، بحيث ان حضرتك تاخد الخدمة المتميزة وكمان بالسعر اللي تقريبا في متناول الناس كلها، وحضرتك تقدر تجرب سعر مقبول جدا. طب ده معناه ان ممكن انا في عيادة تانية او في مركز تاني لطب الاسنان ممكن الاقي الاسعار هي قريبة او اقل شوية، لكن الكواليتي اقل مثلا، الماتيريال المستخدم، المكان، التعقيم، كل التفاصيل المكلفة اللي حضرتك اتكلمت عنها ديت، او الاطباء المتخصصين او مش متخصصين، ممكن هنا انا اعمل فرق كبير قوي كده ما بين الاسعار هنا وهنا. بالظبط كده. ده كان اهتمام عندنا كويس جدا. ان حضرتك بتتكلم دلوقتي في فتره منتشر فيها وباء عالمي، ازاي اقدر اقدم الخدمه الطبيه المتميزه دي بالسعر المتميز والمقبول للناس كلها ده، وكمان احافظ على نظافه المكان، تعقيم المكان، ازاي اقدر اعقم الادوات والالات بتاعتي باحدث اجهزه التعقيم. يعني عندنا مراحل التعقيم هنا شغالين على البريتش بروتوكول او البروتوكول البريطاني، وبنمر بمراحل تعقيم، 3 مراحل للتعقيم عندنا، عشان نضمن ان كل اللي بيخش فم المريض دي حاجه كويسه جدا وحاجه امنه جدا، اقدر انا شخصيا استخدمها وابقى امن على نفسي. هايل جدا دكتور. بس انا هستاذنك بقى النهارده، انا هقوم محل الدكتور ونشوف احساسكم انتوا بقى كده ايه جوه اوضه الكشف وعلى كرسي الكشف، ويعني عيش الدور شويه. منورين المكان. يلا بينا. يلا بينا. الحقيقه ان مركز فايكنج لطب الاسنان بيضم فريق عمل على اعلى مستوى، وبيهتم بتفاصيل كتير للمراه وللاطفال، تبييض الاسنان، حشو الاسنان للاطفال، الحشو التجميلي، ده غير كمان كل أنواع تقويم الأسنان سواء المعدني أو الشفاف أو الغير مرئي، كل ده بجودة عالية وفكر جديد. دكتور رحاب أهلا بيكي. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، نورتنا. ربنا يخليك، منورة بيكي. تعرفي عن نفسك؟ دكتورة رحاب عماد، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان بمركز فايكنج. أنتوا نورتونا وشرفتونا النهاردة. تسلمي يا رب. أتمنى يكون المركز عجبكم يعني. لا حاجة جميلة جدا ما شاء الله. يعني بس يعني أول حاجة خطرت في بالي الخدمات بتاعت طب الأسنان عموما كتير. دي حقيقة. والستات مطلعين عينينا في كل حتة، الألوان والفاشن والميك اب والاختيارات كتير، والرجاله غلابه معروفين. انما الخدمات بقى الطبيه في طب الاسنان اللي بتتقدم للستات
مختلفة زي ايه؟ وفايكنج بيقدم لنا ايه في النوع ده؟ والله هو زي ما حضرتك قلت ان البنات او الستات عموما اكتر الناس بتهتم بالفاشون، وان انا لازم يبقى شكلي حلو، الميك اب، وعشان نكمل كل ده طبعا لازم اسنان، يعني لازم طبعاً اطلع شكل اسناني مظبوط يعني. فاحنا عندنا هنا طبعا بنقدم خدمات كتير، من اول هوليدي سمايل دي اس دي، عندنا اجهزة كتير بتساعدنا ان احنا نقدم الخدمات دي بشكل افضل، يعني زي جهاز الليزر. معظم الستات او البنات عموما بيخافوا وترعبوا من ده. ليزر يا دكتوره؟ ليزر بيترعبوا طبعا من فكره ان يبقى فيه وانا شغال يبقى فيه دم، او ان ادخل جراحه، او ان حاجه توجعني او كده. جهاز الليزر ده احنا بنستخدمه مفيش اي دم خالص، مفيش اي جراحه، مفيش استخدام المشرط زي زمان. بعمل بيه حاجات ما كنتش اقدر اعملها قبل كده من غير الليزر، او كانت بتبقى الكومبليكيشن بتاعتها اصعب لو انا استخدمت الجراحه العاديه يعني. والمريضه نفسها ما بتتحملش الوقت والجراحه والحاجات، او بيخافوا. انا واحده من بنات بخاف ان انا يتعمل لي جراحه يعني. لكن مع الليزر لا، انا ممكن اعمل، ممكن لو انا عندي بيجمنتيشن او عندي تصبغات في شفايفي او في اللثه، ممكن اشيلها في الليزر في وقت قصير جدا، من غير اي دم ومن غير اي حاجه ولا مضاعفات بعد كده دلوقتي. ولا مضاعفات ولا اي حاجه، بناخد شويه علاج بسيطه كده وشويه نصائح بنديها لها بعد الجلسه وخلاص. طبعا الهوليد سمايل بنقدر نعملها في وقت قليل كمان، لو هو في ناس بتيجي مش عايزه تاخد وقت طويل او تاخد جلسات طويله، فاحنا الموضوع ده عندنا نص البنات عايزين هوليد سمايل بالظبط يعني، نصهم والنص التاني يعني ما بيشاور عقله لسه بالظبط. فكل ده احنا بنقدر نقدمه. ممكن كمان بنعمل البوتكس والفيلر عندنا، مش شرط متخصص دلوقتي في عيادات الجلديه بس. لا احنا ممكن نعمله عندنا هنا كمان. ممكن نعمل، في ناس بيطلع لهم مثلا قرحه، يبقى عندها مثلا ممكن الحوامل، الناس دي كلها ممكن نتعامل معاها بالليزر. لان في حاجات تانية احنا يعني الحوامل مثلا ما نقدرش نتدخل معاهم جراحه يعني، في شهور ما نقدرش نتدخل بالظبط. فما نقدرش نتدخل جراحه خالص، بنستخدم الليزر وبيكون امن عليهم جدا يعني. طب والتقويم يا دكتور؟ لان يعني في ناس كتير انا مركبه تقويمه مش باين والله. استخدموا التقويم عند البنات والستات؟ لا مش عايزه شكله يبان، وعايزه الوان معينه كمان. ايه بقى موضوع التقويم؟ لا الموضوع معنا عندنا دلوقتي، الموضوع بقى فيه فرايتس كتير يعني، بقى فيه حاجات كتير قوي. في تقويم شفاف، وصلنا للشفاف، تقويم السيراميكس يعني. زي اللي انا وصلنا للشفاف يا جماعه، اطمنوا وصلنا للشفاف. في السيراميكس ده بتبقى نفس البراكتس اللي هي العاديه اللي احنا يعني متعودين عليها. بس بيبقى لونها لون الاسنان، ما بتبقاش باينه خالص. يعني شفاف ولون الاسنان بالظبط. بينك الله يخليك. في بينك، في بينك، ممكن نركب بينك كمان. طب كويس. فكل حاجه موجوده يعني. اصلا كمان احنا الجو بتاع المركز والعياده عندنا بيضيع، احنا كل اللي احنا معتمدين عليه ان احنا نضيع اي خوف يعني. فاي بنت بتدخل احنا بنروح نتصور ونلعب ونضحك ونهزر. طب بمناسبه الخوف بقى دكتور، قدام جينا نقطه الخوف، الاطفال، عيادة الأسنان مرعبة يعني التقليدية مرعبة للكبار، فما بالك بقى الأطفال الصغيرين؟ احنا في فايكنج هنا بنقدم لهم ايه عشان نشيل الرهب والخوف ده منهم؟ هو مبدئيا احنا من أول ما بيدخل من بره الطفل بيبقى فيه بروتوكول، او بيبقى فيه حاجه هو حد ماشي معاه ياخده يلعبوه. في عندنا كيدز اريا مخصصه للاطفال، فيها بلاي ستيشن، طبعا الاطفال مهووسين بالبلاي ستيشن. في كرتون، كل حاجه هم بيطلبوها بيلاقوها موجوده. في العاب لو هم سنهم صغير، كل حاجه موجوده يعني. حتى لو ام جايه، حتى مش شرط يكون الطفل هو اللي بيتعالج يعني. لو ام جايه ومعاها طفل ومش عارفه تسيبه فين، او مش لاقي حد يعتني بيه، احنا عندنا هنا بيبي سيتر بتاخد الطفل وتعتني بيه لحد ما الام تخلص الجلسه بتاعتها، وبعد كده تخرج تلاقيه كويس ومفيش اي مشكله. طب ده هايل جدا يعني. عندنا كده الستات والبنات عندهم كل الحلول سواء ليهم بالظبط يعني، مفيش حجه لازم يجوا او للاطفال. وعشان نعرف احساس دكتور الاسنان لما يقعد على كرسي الكشف مكان المريض ويجرب انه يستنى حشو العصب وحقنه البنج، ونعرف منه ازاي في مراكز فايكنج لطب الاسنان بيقدروا يتغلبوا على كل ده، كان لينا اللقاء ده. احنا يا جماعه استاذنا دكتور مصطفى العدوي في ان احنا النهارده نبدل الادوار، ودكتور مصطفى يكون على كرسي الكشف وانا على كرسي الطبيب. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ احمد، منور الدنيا. والله انت اللي منور بجد والله، منور المكان ومنور الدنيا كلها يعني، ومنتقدم للتقدم كل يوم يعني. ربنا يبارك فيك حبيبي. تعرفنا بنفسك يا دكتور؟ انا دكتور مصطفى عبد الباسط العدوي، رئيس مجلس اداره مراكز فايكنج واستشاري التجميل في مراكز فايكنج. اهلا بيك يا دكتور. احنا يعني بنشكرك على اتاحه الفرصه الجميله دي. لا ده حقيقي يعني.
وبصراحة يعني اسمح لي أنا أقوم ببعض الأدوار. حضرتك بتعمل إيه؟ ما دي اللي بتخوف بيها الناس يا دكتور. لا يا أستاذ أحمد والله دي اللي بتخوف بيها الناس دي. معيبة دي. بص لا لا لا. شوف جه الزمن يا دكتور إن حضرتك كراجل استشاري كبير تقعد كده وإيه وتشوف الحوانة دي. الناس كلها بتقول علينا إحنا إيدينا خفيفة يا أستاذ أحمد، ما فيش الكلام ده خالص. يعني الفايكنج كمان بقاش في الكلام ده، بقى في حاجة حديثة عن كده شوية. موضوع بقى الخوف. الناس بتخاف من حقنة البنج، الناس بتخاف عموما من طبيب الأسنان. ايه اللي فايكنج بتقدمه لنا بقى علشان نشيل الحته دي من الناس؟ والله يعني انا بشكرك الاول على المقدمه الجميله وعلى البرنامج الجميل ونورتونا في المكان بجد. انا بشكرك لحاجه تانية، انت اتحت لي الفرصه ان اتكلم من وجهه نظر المريض. ايوه يعني دي نقطه بنفتقدها وبتعمل جاب كبيره جدا ما بين الدكتور وما بين العميل اللي بيخش المكان او مريض الاسنان عموما. يعني بيبقى الدكتور في بيفكر في حاجه والمريض بيفكر في حاجه تانية خالص. يعني على مدار بقى السنين والخبره يعني بيبقى فيه بقى المريض بيفكر دايما ان هو رايح مش 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 رايح ل ل ل ل ل لحد انسان، هو رايح لوحش هيمص دمه وهيموته هيقتله. هو بخلاف طبعا ان احنا عملنا الكلاش بتاع فايكنج ان هو برضو حاجه مرعبه شويه، بس لا قصه الناس فاهمه الموضوع. المكان وديكورات وشكله زي ما اتكلمنا مع الدكاتره والجو العام، لا حاجه نفسيا هايله يعني حقيقي. احييكوا عليه. تسلم يا حبيبي والله. احنا حاولنا بس نخرج الناس من المود بتاع الخوف ده. يعني انا دلوقتي كمريض اهو انا 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 قاعد ستريسد جدا وخايف، مع ان انا دكتور عارف ان انت مش تعمل لي حاجه وان انت مذيع. يا دكتور معلش برضه ما انت بس هو في حاجه يا استاذ احمد، حضرتك مش لابس البلطو ليه؟ النومه ديت يا دكتور اسبلت، احنا لسه الموضوع انت بتعمل ايه يا استاذ؟ يعني النومه دي مع بعض كده خد بالك. يعني انا لما اكون نايم ده مش موجود في العقد بتاع البرنامج يا استاذ. لا معلش بس لما اكون نايم ايوه ماشي عامل لك كده حضرتك كده، الموضوع حاجه مرعبه. انا مش عايز ابص على الناحيه الثانيه، فيعني خلينا يعني لحد دلوقتي ايه الدنيا تمام. يا ريتني ما سمعت كلامك. بس انا شايف ان الدنيا هنا ما شاء الله كل حاجه شيء كبير من التعقيم. فايكنج ماشيه في موضوع التعقيم ازاي خصوصا في الايام الصعبه اللي احنا فيها دلوقتي؟ اكيد طبعا ربنا يعديها على خير يعني، ونسال الله العافيه لينا كل احبابنا يعني. يا رب. لا التعقيم احنا من مجال الاسنان عموما عشان تبقى دكتور متميز بخلاف الضمير المهني وجزء من ثقه العميل فيك التعقيم. مع الازمه اللي احنا فيها دي طبعا احنا يعني الحمد لله احدث الاجهزه موجوده وعاملين غرفه معزوله للتعقيم، وفي ناس متخصصين بييجوا يعقموا طبعا، والادوات بتاخد الدوره بتاعتها وقتها في التنظيف والتعقيم كويس جدا. يعني وانا هفضل قاعد كده كتير. غرفه متخصصه في التعقيم. انا هفضل قاعد كده كتير قاعد. طول معانا شويه يعني صحيح. اعتبر نفسك دكتور بتعمل مثلا حشو عصب اللي بترعبوا بيهم الناس دول. لا بجد انا خلاص نويت اغير نفسي من بدل. لا انت معانا دكتور بتقلقش على نفسك، انت كويس. اغير كل سياستي في الحاله في الطب الاسنان. الحاله مش كريتيكال وهتمشي ميديكيشن، ما تقلقش على نفسك كمان. انت كويس. كويس يا دكتور. طب الصيام بقى يا دكتور؟ لا ان شاء الله كل يعني صيام، احنا كلنا طيبين يا جماعه. قربنا على رمضان والايام بتعدي، والناس يعني عندها فكره ان ما ينفعش اروح لدكتور الاسنان وانا صايم. فالفكره دي صح ولا غلط بالذات هنا في فايكنج؟ طبعا كل سنه وحضرتك طيب وكل الناس طيبين وكل حبايبنا طيبين، بس لا ما فيش بقى الكلام ده. يعني ما بيجي المريض او العميل دايما يجي يقول لك لا انا مش هروح عشان هفطر، او كان ده سؤال من الاسئله الكتير يعني في رمضان وفي الصيام، انا ما جيتش عشان انا صايم، او يا دكتور بعد اذنك ما تعمليش حاجه فيها ميه عشان لا. هو الكلام ده مش موجود، في اجهزه موجوده بيتم شفط الميه اللي نازله دي، فما فيش حاجه زي كده يعني. بخلاف ان ده علاجي يعني، مش هيفطرك، احنا مش تشرب ميه، مفيش الكلام ده مش موجود يعني. طب ده فدي حاجه نطمن بيها الناس يعني. والخدمات متاحه واحدث التقنيات والاجهزه اللي موجوده، ما بقاش فيه الفكر التقليدي بتاع زمان ده يعني. ما كل حاجه بقى فيها حل موجود دلوقتي. البنج بقى له حل، الخوف بقى له حل، حشو العصب المرعب ده بقى له حل، الزيارات الكتير بقى لها حل، كل حاجه بقى لها حل. بس طبعا الفكره ان يبقى في حد مهتم يقدم الخدمه دي بشكل متميز ومنفرد طبعا وبعلم. اكيد طبعا. اكيد. طب انا شايف يا دكتور ان في شاشه فوق هنا وشاشه هنا، وكان المريض وهو نايم هنا ممكن يتفرج على مسلسل فايكنج. شوف حد بيبقى مسلسل فايكنج بس ايه؟ مش ممكن حاجه ثانيه يا دكتور؟ لا ممنوع قهر يعني. يعني يشوف حد بيقتل حد ولا حاجه فيحس ان انا يعني بالنسبه له حاجه. عايز اشتغل والله. ما خلاص بقى يا استاذ احمد تجيني شغاله والله. خلاص يا استاذ احمد خليك كويس، خلي الحلقه تعدي على خير يعني. طيب افتح بقي انا شايف يا ابني الله يهديك. انا شايف يا دكتور ان انت يعني في وضع المريض حاسس قوي ب
المريض بيفكر في ايه المريض بيسال كتير. انا اسناني وجعتني يا استاذ احمد. المريض بيسال كتير يعني مريض الاسنان بيسال كتير وقاعد على الكرسي ده. مش موضوع بيسال كتير بس هو بحكم الموضوع اللي هو فيه الخوف غصب عنه عايز ياخد منك اي حاجه تطمنه يعني عايز يسمع من الدكتور ده ان هو فعلا هيقدم له خدمه كويسه وفعلا هيبقى حنين عليه ومش مش هيضغط بايده جامد مش هيخليه يحس بالبنج مش هيخليه يحس بالادوات بتاعه الاسنان لازم يسال لازم يسال يعني لازم يضم. من العمل اللي قابلناهم الناس مبسوطه جدا الناس حاسه بالالفه مع المكان الحمد لله ما فيش حد كده حاسس ان هو خايف هو بتلعب والدنيا جميله جدا ان شاء الله. هو يا استاذ احمد يعني حتى في مهنه حضرتك كده يعني انت عشان تبقى مذيع شاطر لازم تكسب ثقة المشاهد. صحيح. ده هيجي منين؟ تصرفاتك وكلامك وحياتك اليومية وحياتك في طبعا تدخل كبير بيبقى موجود في حياتك كلها عشان تقدر تدي الفيو ده وتدي الثقة دي للناس. احنا حقيقي وصلنا احنا بنحاول نعمل ده. احنا وصلنا للثقة دي حقيقي. بنحاول نعمل ده. لا لا وصلنا للثقة دي يا دكتور. وسعداء جدا بوجودنا النهارده في مراكز فايكنج لطب الأسنان. دائما يا رب من تقدم لتقدم وحقيقي نموذج مشرف. حبيبي. مبني على العلم وعلى الدراسة وعلى وكرييتيف كل حاجه هنا فيها ابداع حقيقي بنشكركم على يعني اتاحه الفرصه لتواجدنا معاكم النهارده. لا شرفتونا بس ده انفراد انت خليتني اقعد على الكرسي ده يعني من المرات القليله والنادره يعني انا ما بقدرش اقعد يعني شعب ما بحبش اعمل زي دي. احنا في طبيب في بيتي عندنا انفرادات دايما يعني والله. شرفتونا ونورتونا. اهلا بحضرتك يا دكتور. هدايا حلقه النهارده من برنامج طبيب في بيتي مقدمه من مراكز فايكنج لطب الاسنان. ثلاث حالات تبييض اسنان بالليزر مجانا. ايوه زي ما سمعت كده مجانا. كارت خصم بقيمه 5000 جنيه للاستفاده من خدمات مراكز فايكنج حتى شهر فبراير. كل اللي مطلوب منك لايك لصفحه مراكز فايكنج لطب الاسنان ولايك لصفحه شركه اماسديا للانتاج الفني والاعلاني وشير للحلقه على الفيسبوك وبعت سكرين شوت على واتساب رقم 041-4020 علشان تدخل معنا السحب على هدايا الحلقه. بالتوفيق للجميع. ده كان لقائنا في مراكز فايكنج لطب الأسنان. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة وطبيب في بيتي وكل مرة إن شاء الله نقرب من تخصص جديد موضوع جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.